منير من مدينه قنيطره. والمهم بعد غيبه طويله وديامات هذه ما كنتش كنشارك معكم الفيديوهات. الصراحه كانت عندي واحد الظروف واحد المشاكل في العمل وهادي وكما الصراحه باقي ما قاديتش الامور ديالي هنايا كما كتشوفوا هي البريسه هذه اللي كان جاتني بعدو كما وليت عليكم في الفيديو اللي فات كنت باقي دابا يلاه بلاصيت انا ان شاء الله وباقي ما خدمتش بها ما حتى شي حاجه الصراحه ان شاء الله. المهم هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نديرو لكم خاص على لاصوه حيت الدراري بزاف دابا تيلقاو بزاف ديال المشاكل تيبغيو يطبعوا على شي حاجه وكيبغيو يطبعوا كلشي وما تيعرفوش مثلا لاصوه. المهم هذا الفيديو هذا حاولوا الدراري تفرجوا فيه وتركزوا عليه وتتبعوه وتفهموا بان لاصوه وتفهموا ارقام ديال لاصوه من 64 من 43 حتى 120 وان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم كيفاش من 43 حتى 120 شنو بامكان ديالكم تخدموا بها وكيفاش تخدموا بها. وكما كنشرح لكم ديما في الفيديوهات على اساس انكم تمسحوا الجيلاتي الا بغيتو تحيدوها راكم كتحيدوها غير بجافيل ديجا كتحيدوها غير بجافيل. وبالنسبه للاصدقاء كانوا كيبقاو يعانيو تيقول لك كيبقى لنا واحد الخيال واحد لاطراس واخا يبقى لكم هذاك الخيال ولا شي حاجه راه ما تاثرش هذاك بحال كنقولوا غير لاصوه توسخات واحد شويه بالصباغه. المهم ان شاء الله راه هذا الفيديو داير لكم كيفاش تحيدوا في الجيلاتي الا بغيتو تحيدوها راه كتحيدوها غير بجافيل وتبعوا التطبيقات اللي داير لكم في الفيديو وكتستعملوا مثلا كديروا ماده ديال جافيل كتحكوا بالشيشه مزيان من بعد كتخليوه واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه وشويه كتضربوه بالتيو ديال الماء كطيروا ديك الجيلاتين كامله كتحيد كتخليوه في واحد البلاصه ينشف على خاطر خاطرو. ومن بعد ملي كتخليوه ينشف على راحتو كتعاودوا كتمسحوا بزيف ديال الدوليو كتمسحوا بالدوليو مزيان الدوليو عاديه اللي كتكون عند الدروغلي عاديه هي اللي كتمسحوا بها مزيان. من بعد عاوتاني كتحطوا واحد شويه تحيد منه ديك الماده ديال الدوليو يطير مع الريح دغيا راه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى مع الريح ما تبقاش فيه كاع ماده الدوليو كتشدوه. من بعد كتغسلوه بشي ماده اوني تشيد ولا شي حاجه كتغسلوه مزيان بالصابون المهم اوني تغسلوه به مزيان صافي وكتغسلوه كتحطوه يتشمش على راحته ومن بعد ديك الساعه كتخرجوا فيه الديزاين اللي بغيتو. المهم دابا ان شاء الله بالنسبه نبدا معكم بلاصه 43 بالنسبه لاصوات 43 اخوتي و 64 كتصلح لينا غير في الصباغه بلاستيزور. هاد المهم هاد النقاط حاولوا تركزوا عليهم. بالنسبه لاصوات 43 و 64 كتخدم لينا في بلاستيزور فاش كتكون عندنا الطبعه كبيره وغليظه مثلا بحال شي اسم بحال شي حاجه بحال شي كتابه كبيره كنحاولوا نستعملوها في الطبعه بلاصوات 43 باش كتخرج لنا الطبعه مزيان. بالنسبه لاصوات 64 كنخدموا بها شي حاجه اللي كتكون رقيقه مثلا اللوغو فيه بزاف ديال الالوان ولا فيه داك الشيء رقيق بزاف كنحاولوا نخدموه ب 64 باش كتعطينا الطبعه كتعطيها لنا مزيانه. حتى بالنسبه للوغو تيكونوا صغارين ديال الصدر راه كتخدم لكم مزيان. وبالنسبه للخوت اللي بغى يخدم بالصباغه المائيه ولا يخدم بالبي في سي ولا يخدم بالسيليكون بالبي في سي بالنسبه لهادو لي ساشي الناس اللي كتبغي تخدم لي ساشي تخدم مثلا بالصباغه المائيه ولا بي في سي نحاولوا تبقاو تخدموا بلاصو 77 باش تجيكم ساهله شويه في الخدمه وتفاهم الوقت مع الوقت ما يبقاوش يتسدوا لكم العيون ديالها بزاف حيت لاصو 90 راه صعيبه شويه كتبقى تسد العيون. من الاحسن هذيك تخدموا بها الجلد اللي كيخدموا المسائل ديال الجلد يخدموا بلاصو 90 ويخدموا بالسيليكون. وبالنسبه للناس اللي كتخدم السنابسا وكتخدم هادي حتى هما يخدموا بالبي في سي ويخدموا بالبي في سي. المهم وهادشي هذا نشرح لكم كيفاش تخلطوا بالبي في سي وهذا الموضوع هذا بغيت نخلي لكم غير على حساب لاصو باش تفهموا. ولاصو 120 هي اللي كتليق الورق كتليق مثلا شي حاجه ديال الكاريط شي شاشيات ديال الكاريط شي حاجه ديال الكارتون غادي نطبعوها مثلا كالوندريات غادي نطبعوهم تتصلح لنا لاصو 120 حيت كتخرج مزيان. وبالنسبه للكيسان ديال الزاج حتى هما كنطبعوهم بلاصو 120 باش كتخرج لنا الطبعه مزيانه. وهادي واسم الصباغه ديال الزاج بالنسبه لهادو سميتها ايبي سكرين سمي اسم ديالها حيت الصراحه خديت لكم مع دمول السلعه عيطتلو كتسولتو على الصباغه ديال اللي تخدم لكم مزيان الكيسان وهادي الدراري تيبغيو يخدمو الكيسان ايبي سكرين هي الصباغه اللي غتخدم لكم مزيان وتحاولوا تخليوها كي تطبعوا بها الكاس كما درت لكم في داك الفيديو طبعت الكاس وخا طبعتو غير بالسيليكون. المهم دابا راه الصباغه هي ايبي سكرين هي اللي عايزين تخدموها ان شاء الله كي تطبعوا بها تحاولوا ديروا الكاس كما قلت لكم يا فران تكون طافي
تخليوه في واحد درجة الحرارة يسخن وتطفيوه وديروه في الكيسان، ولا تكونوا عندكم فران ديجا ديال السخونية، حيت هذاك راه كيكون فيه العبارات تاخذوا على حساب العبار اللي ديروه درجة الحرارة اللي غطلعوا عليها هو اللي غادي تخدموا به. هادي بحالة ما عندكمش ما يمكنش ديالكم تخدموا بهذاك الفران، ما عندكمش مثلا باش تشريو داك الفران ولا شي حاجة، صافي كتحاولوا تستعملوا غير الفران ديال الدار، صافي تشعلوه وتخليوه تيسخن على خاطرو، المهم يسخن مزيان، ومن بعد صافي كتدخلوا فيه الكيسان وكتخليوه حتى كيبرد على خاطرو وكتخرجوا منه الكيسان، وهادشي اللي كاين الخوش. وكنتمنى من الله تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو هذا ديال لاسوا اللي خاص بلاسوا، وغيبت عليكم، والصراحه نتوما ما كتخليوش لي كومونتير اللي كيخليوني نوصل لكم شي حاجه، ما كتطلبوش في لي كومونتير بزاف، حيت كيدخلوا عندي في الواتساب كيطلبوا مني داكشي في الواتساب اكثر مني كيطلبوا مني في لي كومونتير. وكنتمنى من الله الدراري اللي كيبقاو يتسائلوني بزاف في الواتساب على شي حوايج، وكان يخليهم في الكومونتير ونخليهم ونبقاو نديروا عليهم فيديوهات يسولوا عليهم ناس اخرين، ويتمنى من الله يكون خير. وحاولوا تدعمونا بلي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم باش حنا لي فيديو ديالنا يحاولوا يطلعوا شويه، وهادشي اللي كاين الخوت. والحمد لله راه اي حاجه كيف ما كنشرح لكم ديما واش نقولها لكم ديما، اي حاجه كنحاول نوصلها لكم ولا كنحاول هادير اي حاجه كنعرفها، واي معلومه داكشي اللي كنعرفو واللي كيسخرني به الله سبحانه وتعالى راه هو اللي كنحاول نوصلو لكم. وبالنسبه للاصدقاء اللي في خارج البلاد، خارج الوطن، خارج المغرب، المهم كما كنهضروا، تيبقاو يسولوني بزاف عاد ما نلقاو موالين السلعه ولا هادي، هي في الصراحه هاد خوت نتوما كاملين، المهم الحمد لله كون كان بامكاني غادي نوري لاي واحد كيفاش منين ياخذ السلعه. المهم الدراري ديال المغاربه راه كاملين كنوريهم منين تغداو السلعه. وبالنسبه للدراري خارج على الوطن، في الصراحه يقلبوا على موالين السيريغرافي، الناس اللي كيبيعوا اللوازم ديال السيريغرافي وهادي يقلبوا عليهم، وغادي نلقاوهم وملي غادي نلقاو عندهم السلعه، ماشي واش عند اي دروغليه عاديين ولا هادي، ضروري من الدروغليه يكون كيبيع هادشي المواد، هاد المواد خاصين غير ديال السيريغرافي، حيت هاد المهنه ديال السيريغرافي كتلقى المواد ديالها غير عند الدروغليه ديالها، ما تلقاهمش في اي دروغليه مشيتين. وبالنسبه للدراري الصراحة مبقاوش نقزو بزاف ديال الفيديوهات، كتدخلو عليا في الواتساب وكتكونو مفرجينش في الصراحة بزاف ديال الفيديوهات وبزاف ديال الفيديوهات طايحين، وكتبقاو تسولوني عليهم. نتمنى من الله الخوت تبقاو تسولوني تانا على قد، حيت حاط الفيديوهات فيهم بزاف ديال المعلومات، وكيما قلت لكم إلا بغيتو شي حاجة نبقى نضيفها لكم في الفيديوهات باش يبقاو يستافدو منها ناس أخرين، لأن علاش صافي بغيتي تواصل معايا نولي خويا منين تقدا السلعة وهادي واش قدرتي السر ديك الساعه ونبقى نتواصل انا وياه، وانما حاولوا تركزوا على الفيديوهات وتفرجوا في الفيديوهات تستافدوا منهم، عاد حاولوا تطلقوا لهاد المهنه هادي، والله يسخر لكل واحد. وهادشي اللي كاين الخوش، والمهم هادشي اللي كنقول لكم راه اي حاجه اللي كنتعلمها كيف ما كنقول لكم ديما هادشي كنعرفو راسي الحمد لله كيسخرني به الله سبحانه وتعالى، ما كنتعلم من حتى شي واحد، كنسول الناس بحال هكايا موالين السلعه وملي كنسولهم على شي حاجه الطريق ديالكم، دابا كتسولوني بعض المرات تنسول مولين السلعه باش كنوصل لكم المعلومه، والطريقه اي حاجه راه كنعرف نطبعها راه كنوصلها لكم، باش ندير لكم ان شاء الله فيديوهات على كيفاش تبقاو تطبعوا ترانسفير، ندير لكم فيديوهات. المهم بقاو تحاولوا تخليوا لي كومونتير كيما قلت لكم، وتحاولوا تكثروا من لي لايك وهادي، وما يكون غير الخير ان شاء الله، وتبارك الله عليكم الخوت. راه كل ما كتشوف لي كومونتير طايحين ولي لايك طايحين حتى ما كتحاولش تزيد قدام، المهم والله يسخر لكم وتبارك الله عليكم.